بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هبدأ شرح توتوريال خاصة بجيت اند جيت هاب من خلال المحتويات اللي قدامكم دي. في البداية لازم نفهم احنا ليه محتاجين نتعلم الجيت والجيت هاب، ليه هما مهمين، عايزين نعرف ونفهم الفرق ما بينهم، لانهم مش حاجة واحدة زي ما في ناس كتير متخيلة. خلينا نتخيل في البداية ان في تيم شغال على بروجكت مثلا، واتنين من تيم الباك مثلا عايزين يعدلوا على نفس الملف. الاول مطلوب منه تاسك والتاني مطلوب منه تاسك تاني في نفس الملف. خلينا نرجع لورا شوية قبل فكرة الجيت هاب. كان في اتنين اللي انا قلتلكوا عليهم دول، كان التاني يفضل مستني الاول يخلص التاسك بتاعه، وبعد كده التاني ياخده منه ويعمل التاسك المطلوب منه. ولكن بعد الجيت هاب قال لك طب ما في حل كويس يا جماعة، ما كل واحد يشتغل على التاسك بتاعه وبعد كده تضمه التعديلات اللي انتوا عملتوها في الاخر في الملف اللي انتوا بتتشكلوا عليه ده. خلي بالك انت متخيل ان انا كل ده وبتكلم على اتنين بس ماسكين ملف واحد، ما بالك لو 10 ملفات، ما بالك لو بروجكت كامل، ما بالك لو مش اتنين، لا ده 10 ولا 20. يعني ببساطة نقدر نقول ان الجيت هاب منع اي كونفليكتس ممكن تحصل، ووفر وقت علينا كبير جدا، وغيره وغيره من المميزات اللي احنا لسه هنعرفها. بعد كده عايز اقولك ان الجيت يعتبر فيرجن كنترول سيستم. خلي بالك الجيت يعتبر فيرجن كنترول سيستم. يعني ايه؟ يعني البروجكت اللي انت شغال عليه ده بيتطور مع الوقت، بتضيف فيه تعديلات، بتضيف فيه فيتشر جديد، بتحذف منه حاجة. المراحل دي كلها اسمها فيرجنز او اصدارات. اهو الجيت بقى بيهندل الاصدارات دي. كمان الجيت هو اوبن سورس. يعني ايه؟ يعني اي حد يقدر يستخدمه عادي. تاني حاجة بعد كده عاوز اقولك ان الجيت حاجة والجيت هاب حاجة تانية. الجيت سوفت وير، برنامج انت بتنزله على جهازك. طب الجيت هاب؟ لا ده سيرفر مرفوع على النت ومربوط بالجيت بتاعك. يعني الجيت لوكالي والجيت هاب هوستد. الجيت هو كوماند لاين تول. مش انت ممكن تفتح التيرمينال وتكتب فيه شوية اوامر؟ اهو ده المكان اللي بيتكتب فيه الجيت، عشان كده هو كوماند لاين تول. طب الجيت هاب؟ لا الجيت هاب جرافيكال يوزر انترفيس. كمان تقدر تستخدم الجيت من غير جيت هاب. طب ازاي دي؟ يعني انتوا كتيم في الشركة مثلا ممكن تستخدموا الجيت عشان ترفعوا البروجكت بتاعكو على اي سنترلايزد سيرفر، مش شرط جيت هاب. انا عايز اقولك ان في مواقع تانية او سيرفرات تانية غير الجيت هاب مربوطة برضو بالجيت، زي الجيت لاب والجيت باكت، وفي حالتنا دي الجيت هاب. يعني انت ممكن تستخدم الجيت من غير الجيت هاب. تعالوا بعد كده ننزل الجيت، لان احنا اتفقنا انه سوفت وير انت بتنزله لوكالي عندك في الجهاز. هتكتب ببساطة داونلود جيت، وتيجي هنا تشوف انت الاوبريتنج سيستم بتاعك ايه، لو ويندوز مثلا، وبتختار سواء 32 بت او 64 بت للجهاز بتاعك. وليكن انا 64 مثلا، فهنزل النسخة دي. بتفتحه عادي بعد ما نزل وتبدأ في خطوات التسطيب، وهي بسيطة، نيكست وبعد كده نيكست عادي، وبتعمل انستول. بعد كده يستحسن انك تنزل الكوماند لاين لطيف كده اسمه سيمدر. او تشتغل على الجيت باش اللي عندك، هو انا نزلته فمش هحتاج ان انزله تاني.
بعد كده هنفتحه ونطمن على فيرجن الجيت عندنا، او نطمن ان الجيت مظبوط عندنا. جيت داش داش فيرجن، فطالما ظهر الاصدار معنى كده انه اتسطب تمام على الجهاز. تعال نخش على الجيت هاب ونبدأ ان احنا نعمل ساين اب. اليوزر نيم مثلا وليكن اكتب اسمك، وبعد كده الايميل هتكتب الجيميل بتاعك. وبعد كده هتكتب الباسورد. بعد كده بيديك رمز عشان يتأكد من الفيريفيكيشن. هيوصل لك رمز على الجيميل الخاص بيك. هتخش عندي في حالتي هنا مثلا ده الرمز، وبعد كده بتحطه هنا بالمنظر ده. بياخد طبعا شوية معلومات عنك، وبكده نكون عملنا ساين اب. المرة الجاية بإذن الله نكمل.